من تاريخ 31/8/2013 كتير أمور بحياتي تغيرت. صرت شوف الحياة بمنظور جديد، صرت شوف الإنسان بطريقة تانية بغض النظر من أي خلفيات جاي، من أي أحزاب أو مجموعة جاي، صرت قيسه على أساس مبادئه وأخلاقه. صار عندي قيمة لوقتي أكتر، للحياة أكتر، صرت عم شوفها بطريقة إيجابية أكتر. من هذا التاريخ أنا قررت إنه لازم أعمل شيء بحياتي لإلي ولغيري. من وقتها كملت البزنس تاعي اللي هو كل شيء خاصه بالديزاين والأنيميشن والرسوم المتحركة، وكمان عملت مشروع اسمه لاب 9 لتجميع ليجمع روادين الأعمال بمكان واحد ليقدروا يكملوا their businesses ويتطوروا فيها. وكمان عملت حملة اسمها عيدية وفرحة قلب، نعملها بمناسبات معينة لتفريح الأطفال. لم تعد بيان كما كانت، تبدلت، تغيرت، تعمل جاهدة على استثمار نبض الحياة بكل ما فيه من تلوين بناسه وأنفاسه. الخوف كان عامل أساسي بحياتي قبل الحادث، كان دايماً يوقفني على كل خطوة وكل حلم بدي أعمله، بس من بعدها أنا كل خطوة صرت أعملها بيقين وبجرأة أكتر من قبل، عشان فكرت إنه أكتر شيء شو حيصير، إنه الموت ووصلت له. رصاصة طائشة كادت أن تفقدها الحياة، إلا أنها أعادتها إليها مفعمة بالإيجابية وبإرادة صلبة لتسطر فصولاً جديدة في مسيرة حياتها. درجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.